فقراتنا متنوعة اليوم بها الصباح معنا زميلنا محمد قدري حسن للحديث عن يعني خفايا انتخابات الفيفا وأيضا المقابلة اللي أجراها مع صاحب السمو الملكي سمو الأمير علي بن الحسين ومقابلة حصرية للتلفزيون الأردني صباحك سعيد أهلا وسهلا فيك صباح خير دائما أنا كنت سعيد أنك كنت, كنت معنا يوم الجمعة الماضي وشاركت الشعب الأردني بأسره الفرحة بأنه الأمير علي ليس منافس قوي إنما كان منافس أقوى في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي تداعيات هذه الانتخابات لسه مستمرة يبدو مش من اليوم ولا لبكرة لا زالت لسه كل شوي في مفاجآت أصبح حديث العالم مش نعم. حديث القادة السياسيين حتى ليس فقط حديث القادة الرياضيين يعني أنا كنت مبسوطة بصراحة على الرغم من أنه يمكن ما كان في ناس معنا لكن انا كنت مبسوطه انه في بعض الدول العربيه كانت بحماس بتتناول الموضوع مثل ما صحفنا صحفنا كيف تناولت الموضوع محمد ويعني يمكن كمان انا بنوه يعني اذا بدي احكي فعليا يمكن الصحف المصريه انا كثير اجاني قديش كان في ردة فعل معنا كنت حاسيتهم بنفسنا وهذا شيء جميل لما تشوف هاي الروح العربية موجودة أه إن شاء الله بتمتد لتصير الكل نفس الإشي لكن لما بنقول إحنا الصحف الأردنية تناولت موضوع رئاسة الفيفا وال يعني كل الكواليس اللي صارت بالانتخابات وما بعدها أيضا من تطورات يعني انا منذ اواخر الاسبوع الماضي وحتى اليوم كنت حريص على ان اقرا جميع الصحف الاردنيه نذكرها الراي والدستور والغد والعرب اليوم والسبيل والانباط والديار وصدى الشعب حقاً. اضافه الى الجوردن <applause> تايمز هذه الصحف اليوميه الاردنيه تسعى فضلا عن مئات المواقع الالكترونيه ومواقع التواصل الاجتماعي الاذاعات الاردنيه بالعشرات محطات التلفزه المحليه العربيه الدوليه الكل يعني يرصد عمان يتابع عمان يريد ان يعرف ماذا يجري في عمان حتى يعرف ماذا يجري في زيورخ لانه ارتبطت عمان وزيورخ في انتخابات رئاسه الفيفا وعندما يعني الكم الهائل من من ممثلي وسائل الاعلام اللي حضروا الى الجناح الملكي في مطار الملك علي عندما عاد سمو الامير يوم الاحد الماضي كان يعبر عن اهتمام العالم باسره في قضيه انتخابات رئاسه الفيفا سمو الامير طبعا استقبل استقبال الابطال استقبال المتوجين بدون لقب كما نقول يكفي انه امير وسيبقى أمير. هو امير هو ذهب بالضبط. اميرا وعاد اميرا بالضبط الصحافه الاردنيه انا لفت نظري انه مثلا الاخ رئيس تحرير الدستور محمد حسن التل كان حريص على انه يفتتح الدستور بصفحتها الاولى بمقال عن سمو الامير ويتحدث عن انه كيف كان الاردن محاربا مع كل اسف من بعض الدول ومساندا من دول اخرى، ايضا كتاب الاعمده السياسيين وما اكثرهم انشغلوا بالهم الرياضي لانه هم وطني وليس فقط هم رياضي صحيح كنت بحب اذكر قبل ما تكمل بس محمد انه المقال اعتقد تبع زميلنا محمد حسن الثالث تم تناوله في 45 موقع وصحيفة عربية بالضبط لأنه هذا أيضا عندما يتحدث رجال السياسة عن الرياضة فهذا يعطي قيمة إضافية للرياضة ويعبر أن الرياضة ليس فقط للرياضيين إنما هي للسياسيين وللاقتصاديين وللاجتماعيين وللوطن بأسره يعني حتى الصغار والكبار الاغنياء وال والفقراء عن اللي بيحبوا الرياضه واللي ما بيحبوا الرياضه يعني ال... يعني كلهم الجدات اللي في البيوت الناس كلها شو صار مع الامير علي شو صار مع بلتر شو صحيح اللي سمعناه وبعدين وليش هدول سووا معنا هيك وليش هدول سووا معنا هيك صار هذا الحديث مع يعني مع كل اعتزاز يعني عندما ياتي جلاله الملك شخصيا الى المطار انا بالمناسبه هناك اشرطه اتمنى ان زملائنا يعرضوها للقطات من حرص جلاله الملك ان يكون حاضرا شخصيا وانجال سمو الامير علي سمو الامير عبد الله يعني بن علي وسمو الاميره الجليله بنت علي وايضا سمو الاميره ريم علي عندما ياتي جلاله الملك بطائره مربوحيه تهبط في المطار لحظه وصول طائره الامير علي من الامارات ويعانق جلاله هاي الملك هذه اللحظات ربما هذه يعني هاي هاي الصوره اللقطة رائعه يعني صراحه يا يعني. محمد م. بتورجي كمان حتى بتعبر عن لما بنقول الاب القائد هو الاب القائد فعلا هو هو الاب الحنون ايضا طبعا يعني الان عندما يحتضر ابناء سمو الامير علي وينتظروا على سلم الطيران انا كنت قريب جدا من هذا المشهد وكنا سعداء أن القناه الرياضيه الاردنيه وشاشه التلفزيون الاردني منحت الفرصه ان تنقل هذا الحدث على الهواء مباشره وكثيره كثيره جدا هي مواقع الانترنت التي تناقلت هذه اللقطات هنا كانت العدسات ترصد هذا المشهد ولاحظي ديما سمو الامير علي يستقبل استقبال رائع من جلاله الملك وجلاله الملك الان يستقبل سمو الامير ويودعه في نفس اللحظه يترك لمستقبليه ويقول له اهلا ومسهلا ومرحبا بك ورفعت راس الاردنيين جميعا واتركك يا سمو الامير الان مع من جاء ليستقبلك من اسره اتحاد كرة جلاله الملك في هذه اللحظات غادر المطار وترك سمو الامير مع مستقبليه مع أنجالي في هذه اللقطات الورود من اسره الملكيه الاردنيه كانت ايضا حاضره ولاحظ هلا الكم الكبير من المستقبلين لاعبوا ولاعبات المنتخبات الوطنيه لكل الفئات اركان اسره الكره الاردنيه الكل كان حاضرا ومرحبا وفخورا بما حققه سمو الامير علي بين الحسين، رئيس المجلس الاعلى للشباب الدكتور سامي المجالي كان حاضر في مقدمه المستقبلين ايضا كان حاضر المحامي صلاح صبره نائب سمو رئيس الهيئه التنفيذيه مدير عام مدينه الحسين للشباب الدكتور عاطف الربيضان، ايضا من مثل امانه عمان الكبرى كان وفد يمثل امانه عمان نعم. الكبرى، رؤساء الانديه، اعضاء مجلس اداره الاتحاد الجميع كان في بي الصحفيين بي 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 ال... 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 الواعدين يعني هذا كله كان يعبر عن اعتزاز الاردنيين جميعا بأن سمو الأمير قلت له أنك يا سمو الأمير عدت مرفوع الرأس وستبقى إن شاء الله مرفوع الراس وسيعود وسيعود ان شاء الله وقلتها في مقال وقلتها لسمو الامير سيعود سمو الامير ان شاء الله ان شاء الله من الباب الواسع الى الفيفا لانه غادره مرفوع الراس وسيعود اليه ان شاء الله مرفوع الراس طبعا ويعني يمكن التاييد الاوروبي محمد بعتقد يمكن معظم الاصوات كانت من قاره اوروبا وهذا شيء أه مؤسف ومحزن يعني و و وسار ايضا كيف؟ يعني هو سار بالاخر، نعم. يعني على الرغم من انه مؤسف ومحزن ولكن هو سار. سار لاننا يعني, يعني عندما نتحدث عن القارة الأوروبية، القارة الأوروبية لها 13 مقعد في نهايات آه. كأس العالم، القارة الأوروبية هي التي تسيطر على عالم كرة القدم، عندما يحصل سمو الأمير على أكثر من ثلثي عدد الأصوات من القارة الأوروبية اقول الثلثي هناك 18 دوله بالمناسبه من خارج اوروبا لم تصوت للامير علي ربما رفضت الالتزام بالقرار الاوروبي المساند لسمو الامير ولسبب معروف ومكشوف ايضا وغير سري وهو ان روسيا تقود حمله مع بعض الدول لانها تشعر فيما ان في ما لو ذهب بلتر ان ملفها باستضافه نهائيات كاس العالم بعد عامين سيكون في خطر لذلك روسيا اعلنتها صراحه انها ستساند بلتر وحشدت مجموعه من الدول المقربه من الاتحاد السوفيتي سابقا ومن روسيا حاليا وحشدت لصالح بلتر، ولكن كان شيء صار انه يعني كبار قيادات كره القدم في القاره الاوروبيه المسيطره على كره القدم العالميه تصوت لسمو الامير علي، طبعا 73 صوت 73 دوله ليس عدد سهل، وهذا الذي دفع بلتر للاستقاله لاحقا قالها، قال انا لم احصل على ثقه العالم، حصلت على 133 صوتا، اللي حصل عليهم معظمهم من قارتي اسيا وافريقيا لانه اسيا وافريقيا بالمناسبه افريقيا لها 54 دوله اسيا لها 46 دوله 100 دوله لقارتين 100 دوله لقارتين يعني بلتر ساعة. حصل على عدد الاكبر من ال 100 دوله لكن حصل على العدد الاقل من القارات الاخرى والمؤثره من قبيل اتحاد البحر الكاريبي والكونكاكاف اللي هي 35 دوله، امريكا اللاتينيه 10 الدول يعني امريكا صوتت للامير علي انجلترا صوتت للامير علي استراليا نيوزلندا دول كبيره يعني كبيره جدا في عالم نعم. كره دول تمثل قارات كبرى الامير علي يعني خسر الانتخابات رقما لكنه كسب العالم واصبح شخصيه عالميه واصبح يقدم الان في كل مواقع الـ الـ الانترنت والصحافه والفضائيات وكل شيء يقدم الامير علي علي انه الان في مقدمه المرشحين للمنافسه بقوه علي ان يكون رئيسا يعني للفيفا الجميل انه هو مثل نموذج الشاب الاردني نعم. النشمي اللي بنعتز فيه هو اميرنا و آه شاب اردني آه تقدم الى رئاسه آه الفيفا يمكن الناس كثير ما كانت تقدر قبل هيك محمد توصل او حتى تتقدم وتترشح قدام بلاتر فهذا كان اساسا لحاله آه فخر لنا فخر للاردنيين وتواجدنا على الساحه العالميه تواجدنا اعلاميا آه على عزيز. الساحه العالميه هذا وحده كان آه كان فائده آه يمكن اكثر من شغله لفتت نظري بدي اسالك عنها آه بداية اسباب استقاله بلاتر انت ذكرت انه السبب هو لم يحصل على الاصوات وهذا اللي هو صرح فيه نعم. لكن هل هناك خفايا يعني سمعنا بعض بعض الاقاويل بعض الاسباب اللي ترددت بالكواليس برايك ما هي الاسباب الحقيقيه لا نقول خفايا هناك فضائح بالفيفا وهذا يعني <applause> هذا لم يعد امر سري هي الفضائح. <applause> هي فضائح فضائح كرويه الان الفيفا اصبح آية للسقوط عندما يعترف بلتر بعد أربعة أيام فقط من فوز الخجول بانتخابات الفيفا أنه لم يعد قادرا على الاستمرار في هذا المنصب وهو الذي أمضى أكثر من أربعين عاما في الفيفا فهذا اعتراف ضمني بأن الفيفا بالفعل أصبحت آيلة للسقوط الآن يحقق مع بلتر ذكرت بعض المصادر الامريكيه انه تم استدعاء بلتر للتحقيق معه ولا تستبعدي اعتقد هذا السبب الرئيسي لاستقالته نعم وقال لا قد تكون هناك صفقه في بين السطور قال قال له بلاتيني يوم الاربعاء الماضي بعد اعتقال 14 متهما من الفيفا قال لبلتر عليك اما الاعتقال والسجن واما الاستقاله او التنحي بلتر نعم. لم يكن يدرك معنى كلام بلاتين، لكن بعد فوزه مباشرة أصبح بلاتر يقول أنا رئيس الفيفا، ولكن في أي لحظة قد أكون خلف القضبان. الآن نعم. جنوب أفريقيا تعترف أن هناك عشرة مليون دولار تم تحويلها في عام 2008 لشخص في تنداد وتوباكو. شخص اصبح يتحكم بالعالم 150 مليون هي المبلغ الاول اللي بيتحدثوا عنه انه في مجموعه رشاوى او تلاعب 150 مليون مبلغ مش بسيط بال... طبعا ب... ب... وانسى ال150 مليون هناك مئات الملايين الاخرى ذهبت في في اماكن اخرى لكن اعترف الفيفا نفسه انه الان الفيفا اصبح منظمه فاسده إذن والتغيير, والتغيير مطلوب وهذا يثبت ان عندما قال سمو الامير اريد التغيير لا اريد المنصب كان على حق في كلامه الان الان العالم يعترف ويقول انه الامير علي كان شجاعا كان جريئا كان واثقا كان نزيها كان صادقا عندما قدم نفسه ولكن الان انا اللي اخشى الامير علي يقول باب الفيفا مفتوح تفضلوا اهلا وسهلا الجميع الان يرغب ويسيل اللعاب و هذا السؤال تتوقع انه يعني وخصوصا مع نعم. ذهب آه يمكن يمكن بلاتر كان هو اللي بيشكل بشكل خوف نعم. كتير ناس كانت بتنوي الترشح سابقا او كانوا بحسوا انهم مش مرعوبين مش حيقدروا مرعوبين, مرعوبين يوقفوا مرعوبين. قدامه لكن الان اصبحت الطريق سهله ممدوده امام الجميع واللي واللي سهل الطريق واللي فتح الطريق يعني سمو الامير علي بن الحسين وهذه طبعا تذكر بالتاريخ لسمو الامير علي هل تتوقع رح يكون في عدد مرشحين كبير سمو الامير علي راح يترشح ام ما راح يترشح تذكري يعني شو الاقاويل شو التوقعات للايام القادمه؟ دائما اكيد بتتذكر مقابلتنا مع سمو الامير على شاطئ البحر الميت قال انه يشعر ان هناك بعض الدول العربيه والاسيويه انها خائفه ومرعوبه من انتقام او ضغط بلتر احد الزملاء قالها بعفويه بعد استقاله بلتر راح البعبع البعبع اللي كان مخوف الاتحادات الاهليه والقاريه في العالم كله راح الان الطريق مفتوح عندما ترشح سمو الامير مطلع هذا العام تجرا فيغو من بلتو من البرتغال وتجرا براغ من من رئاسه الاتحاد الهولندي لمنافسه بلتر كانوا اربعه اصبحوا اثنين بقي بلتر الان رئيسا ثم استقال الان انا اتوقع انه كثير من العرب كثير من الاسيويين كثير من العالميين يفكرون الان الحديث عن بيكن باور قيصر الكره الالمانيه حديث عن زيكو البرازيلي يريد ان يكون رئيسا فيجو البرتغالي يريد ان يكون رئيسا من من جديد حديث عن ان الشيخ احمد الفهد صباح من الكويت وهو رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي وهو ايضا رئيس اتحاد اللجان الاولمبيه وكثير كنا متاسفين انه لم يكن الى صف سمو الامير كما كان في الماضي، الان يتحدثون عن الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الاسيوي وهو من البحرين يريد م. ان يترشح هذه مجرد تكهنات ويتحدثون ايضا ان هناك شخصيات من قبيل رئيس الاتحاد الانجليزي او او غيره، لكن انا اعتقد انه اقوى المرشحين هم اثنان هم مربط الفرس، مين اقوى مرشح اثنان وان شاء الله انه يتفقان وأتمنى أن يتفقان وهما الفرنسي ميشيل بلاتيني, بلاتيني الذي قاد حملة التغيير إلى جانب سمو الأمير وسمو الأمير علي بن الحسين لا نريد أن نرى بلاتيني وسمو الأمير وجها لوجه الوجه. نريد لا. أن نراهما معا واعتقد أن أي اتفاق بين بلاتيني وسمو الأمير علي سيكون اتفاق ناجح وأنا الان ادعو جميع الدول العربية أن تستفيد من الدرس الذي مضى في الزورخ وأن تتعلم مما قاله سمو الامير، يكفيني ان الشعوب العربية كانت معي، كان يرد على سؤالي حول بعض الدول العربية التي مع كل أسف تخلت عن سمو الامير في في هذه الحملة. اليوم رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وهو سمو الامير تركي بن خالد آل سعود من الرياض يعلنها صراحة انه اتصل بسمو الامير علي وأبلغه اعتزاز أسرة الكرة العربية بما حققه في الانتخابات وقيادته لحملة التطهير. وحملة الفساد بالفيفا وطالب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم كل الدول العربية ل 22 دولة أن تتحد من جديد وأن تقف من جديد وأن يكون هناك مرشح عربي واحد أن يكون سمو الأمير علي بن حسين سمو الأمير لم يعلن حتى الآن شيء رسمي قال أنا موجود يعني في خدمة الفيفا عشان هيك أنا نعم. يعني حبينا إذا عندك خبر يقين أعتقد كان تصريح على يعني لسان التصريح كان من السي ان ان من السي ان على لسان سمو الامير انا موجود في خدمه الفيفا لكن بكل لكن صراحه انا اعتقد ان سمو الامير لن يقدم على خطوه الترشح قبل ان يلتقي اركان كره القدم العربيه وكذلك الاسيويه لانه في النهايه سيكون مرشح عربي مرشح عن قاره اسيا اعتقد ان هناك مجموعه من الاتصالات مجموعه من اللقاءات من الندوات ربما تعقد في في غضون الايام القليله القادمه لكن انا شخصيا اترقب كما يترقب العالم اللقاء المرتقب اللي انا بتوقع يحدث في اقرب فرصه بين سمو الامير علي بن الحسين وايضا الفرنسي ميشيل بلاتيني ميشيل بلاتيني يستحق من تحية لانه كان موقفه كان موقف, كان موقف شجاع وكان موقف رائع وكان موقف واضح ان اوروبا تساند سمو الامير علي ضد المرشح الاوروبي اللي هو جوزيف بلتر من سويسرا وهذه رساله اوروبيه بحضاره الدول الاوروبيه خلينا كمان احنا كدول عربيه بصراحه نعترف ان نحن نحن كعرب نحن كآسيويين لم نكن متحدين في حمله ترشح سمو الامير تصوري لو ان سمو الامير علي حصل على كافه اصوات الدول العربيه ال 22 وانه حصل على لنقول كل نصف او ثلثي اصوات اسيا لفاز الامير علي برئاسه الفيفا ومن الجوله أيوة الاولى 73 دوله هذا رغم انه معظم الدول العربيه ومعظم الدول الاسيويه اعترفت علنا مع كل اسف وستدفع الثمن اعتقد لكن الاتحاد الاردني لكره القدم على لسان سمو الامير كان صدره أرحب وقال نحن نفتح صفحة جديدة مع كل الاتحادات العربية مع كل الدول العربية وستبقى ملاعب الكرة الأردنية شميل. مفتوحة لكل الدول العربية لمن صوت مع سمو الأمير ولمن لم يصوت مع سمو الأمير ولكن أنا أتساءل الآن عبر شاشة التلفزيون الأردني وأخاطب يعني من صوت لبلتر 133 دولة أين وضعكم بلتر الآن ولماذا ترككم في عرض البحر يعني هاي الشيء من الهاشميين دائما صدورهم مفتوحة وقلوبهم مفتوحة للجميع نعم. حتى عند يعني عند الأخطاء هم متسامحين الحمد لله. يعني في مقابلة المقابلة معنا هاي المقابلة قبل ما نحطها لازم نحكي عن تفاصيل الناس تفاصيل, يعني مقابلة. تفاصيل المقابلة تفاصيل الكواليس المقابلة يعني مقابلة. الحقيقة الاستقبال كان عفوي نحن كنا على الهواء في بث مباشر نزل سمو الامير صافح جلاله الملك صافح كبار مستقبلي وخلال لحظات كاد ان يكون سمو الامير في في السياره برفقه الاميره ريم وانجاله الامير عبد الله والاميره الجليله لكن التقطت اللحظه فجاه وقلت يا سمو الامير انت على الهواء مباشره ونريد لشاشه التلفزيون الاردني حديث لانه كل الصحفيين وكل ممثلي وسائل الاعلام كانوا ينتظرون حديث على لسان سمو الأمير استجاب مع كل اعتزازنا بثقه سمو الامير علي بشاشه التلفزيون الاردني والقناه الرياضيه التفت وابتسم وتوقف وكانت المقابله زميلنا المصور احمد موسى واجه صعوبه بالغه وهو يصور المقابله انه كل الفضائيات طبعاً. اتجهت على هذه طبعاً. المقابله وانا اضعت المصور خلال المقابله بامكانك ان فبدا حي احمد يعني موسى أحمد مصورنا أقول. بدأ حي المهندس معتصم الدبيس اللي هو مهندس الجهاز الستريمينج لايف لانه كنا بلحظه صعبه لكن استطعنا ان ننقل المشهد الى العالم وجميع مواقع الانترنت في العالم تناقلت هذا المشهد من شاشه التلفزيون يعطيكم وجه. الف عافيه يعني احنا اليوم نحكي عن كواليس يوم جديد ويعني بدت جزء معنا آه زميلنا محمد قدري دقيق دائما ودقيق المشاهدين ايضا باجابات سمو الامير هلا بدنا نشوف مع بعض, خلال بعض خلال المقابله شكرا كثير لك زميلنا محمد قدري حسن أشكر. يعطيكم الف عافيه جهودكم جدا مشكوره حقيقه سواء كان في المجال الرياضيه او في القناه انا بدي اشكر يعني كل من ساندنا بالتلفزيون الاردني بالقناه الرياضيه لاننا استطعنا يوم الجمعه الماضي ان نلفت انتباه الملايين قال لي الدكتور فهد البياري وهو مدير الرياضه في امانه عمان قال صمدت عشر ساعات متواصله وانا اتابع شاشه التلفزيون الله يعطيكم الف عافيه يوم الجمعه الماضية هذا الشيء احنا نفتخر يعطيك الف عافيه <applause> ويعطيك العافيه ان العافيه يوم جديد كانت ايضا تتابع كل جديد في حمله ترشح سمو الامير الحمد لله شكرا لك شكرا رح نشوف مع بعض المقابله اعزائي خليكم معنا كل الصحافه في كل انحاء العالم تتحدث عن انجازك حركتها سيدي رحله التغيير نحو الاحسن لصالح ملايين كره القدم في العالم والله اقول بامانه جلاله الملك كان معنا طول الطريق والحمد لله ويتابع في كل لحظه بلحظه وايضا اهم شيء انه احنا كاردنيين اعطينا السمعه الطيبه من نحن ومن ما احنا كاردنيين وكهاشميين ان شاء الله دائما وابدا تواضع الامراء سيدي عندما قبلتها كل من كان على المنصه لمن صوت لك ولمن لم يصوت لك، أولا ماذا يقول سمو الأمير لمن تخلى عن سمو الأمير؟ والله نقول شكرا للجميع نعم. وهذا قرار ديمقراطي نعم ويعمل اللي علينا نعم. وهذا أهم شيء وأيضا يعني الموضوع موضوع صعب مش سهل نعم. ولكن أعتقد أنه كسبنا احترام العالم أكيد كأجمع. نعم. وهذا أهم شيء بدي احييك سمو الامير الله. ان شاء الله نراك عائد الى الفيفا من الباب الواسع بدي اقول لك تحيات كل الاردنيين كل العرب لان يقبلون وجه يعني جباه سمو الامير التي تعود عاليه مرتفعه هذه سيدي على الله. القناه الرياضيه يجب ان لا, الله الله. شكرا لا, شكرا. لا احنا همنا الان منتخباتنا رجعنا <applause> <applause>